الأول يا ديمو كل العالم محبوب أعمالك ترفع الراس وجمهورك بالملايين. ديمو كل العالم محبوب أعمالك ترفع الراس وجمهورك بالملايين. رابع اسم سوريا تعجب العالم كله وأعمالك الفن. هذا الكلام وقت سيف بدنا نسكره هلق مو وقته. الكلام اللي حكيتكم اياه لازم يكون مفهوم. مو وقت الدم. مني فاضي جابه الدولي. مني فاضي وجع راسي واخسر واحد فيكم. لأنه الدم بيفتح أنظار الدولة علينا. لا مو خوف، بس نحن هلق منا فاضينهم. لا بدي أعيد وكرر لكم، الدم مو وقته. شو بدك معنا؟ لا بدي غير تنفذوا القتلكن عليه. صرفوا وقف، خليك عايزك استريح تجمع. هذول معتدين يا شيخ، ما شفنا منهم ولا خير غير الشر ما شفنا. لكن يا محمد، هذا المعتدي في جنوب آخر. يا محمد، هذا جنوب ينبغي إلى نغفله لأن القانون البلد فيها قانون يقدم هذا إلى العدالة. دورك ممكن تقدمه، هذا المعتدي تقدمه إلى العدالة يا محمد. زي ما بقول لك تقدم القانون، أنت بتقول لي هم ناس كبار ومعهم المال ومعهم وصايف ومعهم كذا. إذا كانوا هم كبار فالله عز وجل أكبر. الله عز وجل أكبر. طب شو ممكن أعمل يا شيخ؟ شو فيني أعمل؟ شو لازم أعمل يا شيخ؟ أولاً أن تكسر من الاستغفار. أنت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى تسيرك. وثانياً أن تكسر من أعمال الخيرات. تفعل أشياء خير كثيرة. تساعد الأحتياج. وتنصر مظلوم. وتعطي الفقراء والمساكين. هذا أعمال خير كثيرة يا محمد. تمام يا شيخ. الله بيعلم بقلبي. والله بيعلم أنا شو بعمل. بتشكرك كثير يا شيخ. لأنه أنا لما بتعب بحس إنه لازم أجي لعندك. أنا بحاجة إني أجي لعندك وأسمع نصايحك. لأن لما بطلع من عندك برتاح، بحس نفسيتي ارتاحت وهم انزاح عن قلبي. ربنا يوفقك ويصلح حالك. الله يخلينا إياك يا شيخ. الله يخلينا. ربنا يثبتك. سن الاستغفار. استغفر ربنا كثير. شكرا. تقبل إن شاء الله. شكرا لك كثير يا شيخ. الله يخلينا إياك. الله يخلينا إياك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وقدب شحنة الأسلحة صارت على الحدود. تطلع أنت وبقيادتك تستلمها وبتمرقها. ما بدي أي غلط. الغلطة كفرة. لا تأكل هم المعلم. تأمرني بشي تاني؟ قبل ما تمشي بدي منك تفتح عينك 10/10/7. أوف، ليش معلم؟ السبع صار منه وفينا. ما هو اللي دلنا على كل أماكن محمد، ومن ورا نحن خلصنا السيف. نفذ الكلام اللي مقلك عليه وبس. صرف تشوف. أمرك معلم. اللي بدك يا بيصير. لكن محمد كيف مسح فيك الأراضي؟ لسه ألق عين توقف جنبي؟ روح من روح. خد شما أنا أمسح فيك الأراضي. عامل زلمة علي؟ روح عامل زلمة محمد لما مسح فيك الأراضي. لك لا تستفزني، شما اطلع بروحك.
بعدين انا يوم اللي انكمشت كنت لحالي وكانوا مسلحين وتكاثروا علي. ليش انت ما كان معك سلاح؟ نزل ايدك نزل ايدك. روح شو ما تلي فيك الله. زلمة ولك هتعمل علي زلمة؟ مين اللي استفز مو انت وده؟ مين زلمة على محمد مو علي؟ فأنا سماك جرجون مو غلطان. خلاص خي طول بالك كيف امشي خي امشي ماشي تواجه. ما بقى غير أصابع جيراني يطول علينا. ماما أنا جوا دار انت خليكي تتفرج على تليفوني. تمام يا روحي يلا روح. تعالوا امشي نروح نشتري اكلات روح اشتري لك اكلات يلا امشي روح يلا 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 خلينا نروح يلا يلا امشي ما اطلع انا. الو الو ايه تمرنا بشي غير معلم؟ سلامتك لوبي صرف الله تشرب يا السيكارة وبتروقي. شكرا ميرسي. معك شعلي تفضلي. ها شو هالزيارة المفاجأة؟ خبرني الكبير اني بجي لعندكم ووصلكم هاي الأمانة. أفارم عليك يا أفارم، بس على حد علمي أنك مستلمة ببلدك، كيف تركتي ومين سلمتي الأمانة ونزلتي؟ خليت مساعدي لعند ما أرجع وكمل شغلي. حلو، أنت راح تلزميني هون كتير، إن شاء الله تكون زيارتك طويلة. إن شاء الله. خير، في عنا أعمال ولازم تحضريها أنت. حلو كتير، رح حاول طول بالقعدة هون وأنا جاهزة. حلو حلو وكدب تعال عندي تشوف رح نعمل أعمال حلوة إن شاء الله. ممتاز عمرك معلم. عينه كدب بتطلع المغسل بتجيب لي فرن وبتسلمها لتقول تكرم معلم صار عندك. وهي الأمانة وصاني اياها الكبير. عفارم عليكي عفارم. وكيف قدرتي تمرقي هالبلاوي؟ والله انكي كفو عفارم. هاي سولتي معلم. لك عيني ربك عيني. عفارم عليكي عفارم. رح تعملي اعمال حلوه.
طيب. احترامي معلم. سلمى واحد. هي فيها فرد وفيها ثلاث مشوطة رصاص. برافو عليك وكيف. تفضل. كمان شيء ثاني معلم؟ هلا. انت لازم ترتاحي وتطلعي مع الشباب. وصلوكي على البيت وتريحي وبكره فهمك على الشغل. اوكي انا جاهزه. وقصيف جهز السياره ووصلها على البيت. تمام معناته بكره موعدنا. السياره جاهزه معناته. تفضل. يلا مع السلامه. شي غيره؟ وصلها وترجع لعندي وقصيف.